السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آثرنا أن تكون بداية برنامجكم الجديد مدن ومعالم وآثار الذي يعنى بالموروث الثقافي والحضاري والمعماري لمدننا المغربية من مدينة شفشاون. هذه المدينة التي تحمل ألقابا متعددة فهي اللؤلؤة الزرقاء وهي غرناطة صغيرة. سنتجول بين أزقتها ودروبها بعيون زائر المحب لهذه المدينة وعيون المؤرخ الراصد لأبرز أحداثها. الموقع الاستراتيجي المتفرد لمدينة شفشاون جعل منها منذ تأسيس ثغرا للجهاد، فبين جبلين شامخين تقع شاون والتي تعني بالأمازيغية القرنين، فشفشاون بمعنى شف القرنين. تقع شفشاون في أقصى شمال المغرب على سلسلة جبال الريف، يحدها شمالاً البحر الأبيض المتوسط بواجهة بحرية تمتد على ما يفوق 120 كيلومتر، جنوباً يوجد إقليمة وزان وتونات، شرقاً الحسيمة، أما غرباً فتوجد تطوان والعرائش. تمتاز شفشاون بما يسمى برسلمة، وهو منبع طبيعي للماء العذب الزلال ظل يزود المدينة على مر التاريخ بالماء العذب البارد، فبيوتات شاون جميعها تستفيد من المياه العذبة لرسلمة، وكان هو أساس بناء شاون. عرفت المدينة وجود الإنسان منذ العصور القديمة، كما عرفت وصول الفاتحين العرب كموسى بن نصير وطارق بن زياد. فمنذ الفتح الإسلامي للمغرب صارت شاون مركزاً لتجمع الجيوش، وفي عهد الأدارسة أضحت تحت حكم عمر بن إدريس الثاني، وعرفت المنطقة حروباً ونزاعات مختلفة إلى أن أسسها مولاي علي بن راشد سنة 1471 للميلاد. مدينة عرفت بالنضال إذ كانت المدينة الوحيدة في المغرب التي أمطرت بالقنابل سنة 1925 عندما تأبت على الاستعمار الإسباني، وفي ضواحي هذه المدينة نزلت القنابل المسمومة بالغازات السامة، آخر قلعة مدنية احتلت بالمغرب في القرن العشرين. لم يصل إليها الجيش الإسباني إلا في أكتوبر 1920. قضى هذا الجيش الغازي 7.5 سنوات ليقطع من تطوان إلى شفشاون 60 كيلومتر. احتاج إلى معارك امتدت إلى 7.5 سنين. مؤسس مدينة شفشاون المولى علي بن راشد بنى قصبتها واتخذها مقراً لقيادته وثكنة عسكرية بهدف إيقاف الزحف البرتغالي على المنطقة. أسهمت المدينة بنصيب وافر في الجهاد ضد البرتغال في معركة وادي المخازن، إذ كان علي بن أحمد العلمي أول قاضي في المدينة كان من المساهمين في هذه المعركة، إذ توفي 1027 هجرية، وظل الجهاد قائما إلى أن اقتحم مركز الجهاد مدينة شفشاون العامرة الباسلة في 1920 ليخرج منها العدو في 1924، ثم ليدخل العدو بعد ذلك في 26، فلم يخرج منها إلا في 56، بحيث كانت المدينة التي عمر فيها أصغر مدة 34 سنة احتلت من طرف الحماية الإسبانية. شاون مدينة صغيرة لا تتعدى مساحتها 4350 كيلومترا مربعا، غير أنها ساحرة وآسرة في الآن ذاته،
فأحياؤها متناغمة الألوان بين الأزرق والأبيض، وزخرفة أبوابها الراقية ونوافذها وكل دروبها غنية بموروث ثقافي وفني يروي حكايات الإنسان وحضارته وتطوره عبر التاريخ. فحتى المنازل التي زرنا إحداها لها سحر ووقع خاص في ذاكرة المدينة بأبوابها المزخرفة ومعمارها وهندستها الأندلسية المحضة. هندسة التعمير والبناء كانت وفق استراتيجية دفاعية، فسور المدينة الذي ما زال شامخاً لغاية اليوم بأبوابه السبع جعل من الناس في تلك الحقبة وحدة متماسكة وكأنها أسرة واحدة تسكن داراً واحدة، وحدة أسهمت في الحفاظ على الطابع المعماري والهندسي للمدينة، كما ساهمت في الحفاظ على نظافة ورونق دروب المدينة إلى أن صارت شبه متطابقة، تقليد ما زالت تحافظ عليه ساكنة الشاون إلى اليوم. الحمد لله، هذا مشتق بطبيعة الحال من الموروث الثقافي والحضاري، وكذلك هذا كان واحد العادة وتقليد كي يزولوه الساكنة ديال المدينة العتيقة منذ القدم. لهذا أصبحت اليوم كتنظم في المدينة العتيقة في الدروب ديالها واحد الموسم ديال العواشر، كيسهروا الجمعيات المجتمع المدني بشراكة مع الجماعة بطبيعة الحال والساكنة ديال أحياء المدينة العتيقة، كيتم خلال هذا الموسم يعني تجيير ديال الحيوط الخارجية ديال البيوت، وكذلك كتوضع المحابق يعني ديال الورود والأزهار اللي كتزين بها الدروب، وهذاك من طبيعة الحال لاستقبال الموسم السياحي اللي كيعرف واحد الإقبال ديال السياحة الداخلية على المستوى الوطني وكذلك السياحة الخارجية. كل شبر في مدينة شفشاون يشي بجمال ورونق يصعب وصفه، فهذه المدينة لم ترث فقط المعمار والهندسة من الأندلس، بل ورثت كذلك الصناعات التقليدية وفن الموسيقى الأندلسية، فاليوم شفشاون تعرف عالميا بفن الحضرة. خصوصية فن الحضرة الشفشاونية كما قلنا لها تاريخ في القرن العشر الهجري، نبعت من الزاوية البقالية، ولكن الخصوصية الحضرة الشفشاونية أولا تتجلى في الإيقاع اللي هو كيجمع 16 وحدة زمنية على 4 من ناحية العلمية، وهذا الدور ديال الإيقاع ما موجودش في شي نمط من الأنماط الصوفية المغربية، فقط في الحضرة الشفشاونية، وهذا الشيء هو اللي كيميز الحضرة الشفشاونية هذا النمط. ثاني قالب هو طريقة الإنشاد، طريقة الإنشاد. الثالث قالب هو الحركة، ما يسمى بكسر الحضرة، اللي الدور اللي كتقوم به المجموعة الخلفية اللي كتكون من الوراء، كتقوم بشطحة أو رقصة ما يسمى بكسر الحضرة، بالإضافة إلى الزي طبعاً اللي هو كانت كترتديه المرأة الشمالية منذ القرون. ليس جديداً على المرأة الشونية أن تخدم مدينتها ووطنها، وليس جديداً عليها أن تستميث في الحفاظ على حضارتها ودينها، فتاريخ الشاون لا تكتمل فصوله إلا باستحضار سيدة الحرة، قائدة أشهر معارك الجهاد الحربي ضد الإسبان في القرن الخامس عشر، مما جعلهم يفضلون مواجهة الجن على مواجهة قوات سيدة الحرة. السيدة الحرة هكذا اسمها، بنت الأمير، وهي أخت الأمير، وهي الأميرة، حاكمة في تطوان، زوجة السلطان مولاي أحمد الوطاسي، صاحبة الأسطول البحري والجهاد البحري والسفن التي كانت تحارب بها أولئك القراصنة الأوروبيين في البحر الأبيض المتوسط،
وتصل سفنها إلى جبل طارق، وتظل حاكمة في تطوان حوالي 18 سنة. مثال هذه المرأة لما ينبغي أن تكون عليه المرأة المغربية في شموليتها، امرأة تربي الأولاد على الطاعة وعلى الإيمان والإسلام، ولكنها تسهم في بناء الوطن العزيز. جاء تأسيس مدينة شاون إذن لتكون قلعة خلفية للجهاد البحري ضد السفن الإسبانية التي كانت تحاول استعمار شمال المغرب لمواجهة القراصنة والعثمانيين، فكانت بذلك موطئا للزوايا والمساجد. فبساحة وطحمام الشهيرة التي تتوسط مدينة شفشاون ينتصب المسجد الأعظم شاهداً على الدور الجهادي الذي لعبته المدينة، فالاختصاصات ذاتها التي مارستها القصبة الملاصقة للمسجد الأعظم لعبها المسجد أيضاً، والذي يمتاز بصومعته ذات 8 أضلاع مستلهماً عمارته من الحضارة العثمانية. فشفشاون تأثرت وأثرت في باقي الحضارات والدول المجاورة، فصدرت مثلاً للعالم الطريقة الصوفية الشاذلية. المدينة لم يقتصر إشعاعها الحضاري على الحدود الوطنية، بل امتد إلى المشرق. عندنا في لبنان قبر رجل شفشوني من ضواحي المدينة من بني بزرة، علي بن ميمون الغماري، الذي نشر الطريقة الصوفية في الشام، لبنان وسوريا وغيرهم في زمان مولاي علي ابن راشد، وما زال قبره إلى الآن معروفا. والأمير شكيب أرسلان رحمه الله هو الذي جدد ضريح علي ابن ميمون. أيضا أذكر أن الشاذلية المتوفى 656 من أحواز هذه المدينة من قبيلة الأخماس قرية الشنواغن، والشاذلي المذكور تلميذ ابن مشيش، إليه ترجع النسبة في الطرق الشاذلية التي ملأت العالم كله في القارات الخمس، والتي تعد هذه الطريقة طريقة سنية تتبع الكتاب والسنة وقائمة على منهاج الشريعة الإسلامية. تعد ساحة طحمام القطب التاريخي والسياحي لمدينة شفشاون باعتبار كل الطرق تؤدي إليها إما صعوداً أو نزولاً، وبها يستمتع الزائر بأشهى الأطباق المغربية وكؤوس الشاي المنعنع، كما تعرض بها المنتوجات التقليدية للحرف والصناعة التقليدية. كل مقومات الجمال اجتمعت في مدينة شفشاون، فاستحقت بذلك أن تكون سادس أجمل مدينة عالميا متفوقة على عواصم أوروبية وعربية شهيرة. فالزائر لمدينة شفشاون لا يمكن أن تنتهي علاقة حبه بهذه المدينة بمجرد انتهاء الزيارة. من اللؤلؤة الزرقاء أنقل لكم تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.